فالذكر يعني عظيم 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 ومشغلة هو ويفتح الله بالرزق ويفتح الله بحياة القلوب ويفتح الله بالبركة وبل على حتى على صلاح الأبناء وصلاح الذرية. الشهد في الدعاء والذكر. أنا قلت لكم الاستغفار اقنوا بالاستغفار الدعاء والذكر. والذكر أظنه إن شاء الله ميسور حينما يعينك الله وتذكر الله حتى يكون رسالك رطبا مثل الله عز وجل. فذكر الله يعني جلاء قلوب وحياة قلوب وسهل جدا. وذكر الله لا يعني طبعا أن تأتي بجميع أن تقول لا إله إلا الله أعظم الذكر. أن تقول لا إله إلا الله بين يفين وفين ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه. أي يعني ليس الذكر أن تأتي بأوراد وإن كان هذا طيب لكن لا أي يعني من الذكر هو ذكر لا إله إلا الله وهي كلمة أعظم كلمة. ولهذا خير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله. وحينما قال موسى يا رسول علمني دعاء أو ذكر قل لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله من أعظم الذكر. يكفي أن تقول لا إله إلا الله في حياتك كلها. فتداوم الذكر داوم الذكر هذا من دلائل الاستقامة. والله عز وجل اذكر الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر يعني عظيم 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 ومشغلة هو ويفتح الله بالرزق ويفتح الله بحياة القلوب ويفتح الله بالبركة بل حتى على صلاح الأبناء وصلاح الذرية. فحين يكون العبد يعني عليه السمت وعليه الذكر وعلى الوقار يكون أثره عجيب بل لعله يتأثر بك إنسان وأنت لا تعلمه. يعني يراك إنسان وأنت لا تدري ويتأثر لك يكون لك أجره.